دلوقتي ناخدكم بقى لدراسة بتقول إن النساء أفضل من الرجال في قراءة أفكار الآخرين. الدراسة الحديثة الصادرة عن جامعة باث البريطانية قالت إن النساء أفضل في قراءة العقول من الرجال، وبتبين إن الأنثى لديها قدرة على تقييم مدى فهم الناس وبما يفكر به الطرف الآخر أكثر من الرجال. وطبقا لما نشر في موقع ميديكال إكسبرس، وطور باحثون نهج جديد لقراءة الأفكار لتحسين فهمنا لما يفكر فيه الآخرين، وتبين أن النساء أفضل بكثير من الرجال في التعرف على الإشارات السلوكية الدقيقة التي تشير إلى أن شخصا يتحدث إليه يفكر في شيء آخر ويحاول إخفائه. يعني لما يحاول كده يكذب أو يحور أو يقول حاجة مش حقيقية تلاقيها بتلقط الموضوع على طول. يعني أنا شايف الدراسة دي تحيز للنساء، بس يعني مش هنقدر نكر ده، يعني الحقيقة يعني بالنسبة للنساء هم قادرين على الجزئية دي، وده دايما بيبان في التعامل. ولكن لو نكمل في الدراسة عشان ما يبقاش الكلام على لسان، أنا بنأكد برضو أن الكلام ما زال على لسان الدراسة. الدراسة بتقول بأن قدرة النساء على قراءة الأفكار خاصة للأشخاص المصابين بالتوحد بيكونوا قادرين على الجزئية دي بالنسبة لهم، يعني هم القادرات على ده. اللي بيواجهوا صعوبات بتنجح المرأة أن هي تدعمهم وأن هي تقدر تتعامل معاهم وتقدم لهم الدعم المناسب. فريق الباحثين بالدراسة عملها، يعني نبسط الموضوع بالنسبة للدراسة، عملوا اختبار جديد لقراءة العقل. هو بيعتمد على بيانات من أكثر من 4000 شخص مصاب بالتوحد وغير مصاب بالتوحد، ده كان في المملكة المتحدة والولايات المتحدة. الدراسة توصلت بأن الإناث يعني كانوا قادرين أكثر عن قراءة أو على قراءة أفضل الطرق، وقادرين على طريقة مثالية في قراءة العقل مقارنة بالذكور. ده بالنسبة للمقارنة، 4000 عدد كويس، يعني فعلا يدي نتيجة نقدر نقول إنها نتيجة مبشرة بالخير بالنسبة للنساء. الدراسة كمان أوضحت، أو الدكتورة يعني كبير المشرفين على هذه الدراسة بوينت شاه قالت إن الدراسة أو قراءة الأفكار بتشير إلى فهم ما يفكر فيه الآخرون من خلال التركيز بعناية على قياس قراءة الأفكار دون الخلط بينها وبين التعاطف. لذا وجدت الدراسة أن الإناث أبلغنا عن قدرات أكبر على قراءة الأفكار من نظائرهم الذكور. والحقيقة يعني إن زي ما قلنا كده السيدات بيتمتعوا برؤية ثاقبة في فكرة إن هي تشوف اللي قدامها كده بيتكلم بصدق ولا لأ، بيتكلم بمنطقية ولا لأ، وتقرأ الأفكار اللي هو عايز يعني يداريها أو يخبيها. إحنا لسه رجال ياخد بالهم بقى، رجال وأي حد يعني بيتعامل معاها، حتى لو ست بتتعامل مع ست يعني ما برضو نفس الفكرة. من زوجاتهم أنت يعني بتهايلايت على حاجة تانية. أوكي.